مشاهدينا الكرام، كما تسمعون الآن طلقات رصاص وقذائف بالهاون وكذلك بالكاتوشا، أيضا إلى جانب دعم من قبل الطيران التحالف الذي يقوم بضرب الآن مواقع للحوثيين وصالح في جبل المريزينة وكذلك تلة الحويمي. الجيش معنا والشباب اللي معنا موجودين ملتزمين بالقتال، مضحين في أنفسهم، والشباب كلهم معنا بكل الجبهات بكل المناضل وبالهون شقالين كامل، وإن شاء الله ننتصر على الحوتة. وتقدمنا موقع جيد. نشكر دول التحالف على هذا التعاون، ونشكر قائد المنطقة أحمد سيف اليافعي، ونقول له إن شاء الله نحن صامدون فضل الله وفضل كل من جانا إلى هنا. ونشكر قائد اللواء فضل حسن العمري على هذه المعنوية، وإن شاء الله نحن صامدون جنبه عندنا، إن شاء الله صامدون إلى الموت إن شاء الله. إذن إن شاء الله هنا الجنود يمتلكون العزيمة والإرادة والشجاعة للنيل من هذه الميليشيات الحوثية. بعون الله وحمده وشكرا، إن شاء الله لقواتنا حققت في الاتجاه اليمين تقدم يعني تقريبا أكثر من 2 كيلومتر، والآن هم بدأوا يسيطروا على ما نسميش نحن، بدأوا يسيطروا على هذا الاتجاه الميمنة والحمد لله، والآن مستمرين من الوسط بالتقدم والحمد لله، إن شاء الله ستكون الأمور طيبة. إذن كما تسمعون هذه الطلقات هي عبارة عن نصر هذه الجيش أو هذا الجيش الذي يقوم الآن بضرباته الأخيرة للسيطرة على ما تبقى من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيين وقوات صالح. كان معكم مختار شعتل لقناة بلقيس من جبل صويمع بكارش بمحافظة لحج.